طبعا كما ذكرنا أن موقع بنترست يعتبر مصدر للأفكار والتصاميم لمختلف النشاطات والهوايات، وطريقة التسجيل به سهلة جدا، وهناك العديد من الفيديوهات التي تشرح وتبين ذلك، يمكن مراجعتها. وكما تلاحظون كثرة الأعمال اليدوية لمختلف الحرف، وسنكتب في شريط البحث Stirring Arts Pattern. واحد من التصاميم ومنقط بهذه النقاط التي تحدد أماكن تثبيت المسامير كما ذكرنا، وهناك العديد من الأفكار مشابهة لها، على سبيل المثال الإيموجيات والإسمايلات بمختلف أنواعها، يمكن عملها بأشكال صغيرة تنفع لتكون ميداليات. وسأختار هذه الكلمة هوم كنموذج، ونقوم سوية بعملها، وهي أيضا منقطة وجاهزة، فقط نقوم بطباعتها على الورق ومن ثم تثبيتها على لوح الخشب وتثبيت المسامير في هذه الأماكن بكل سرعة وسهولة. فلا داعي للتفكير بالمسافة بين كل مسمارين، فهي منقطة وجاهزة. والآن ننتقل إلى الخطوات العملية. اللوح المستخدم لهذا العمل سيكون من الـ MDF وبسموك 6 ملم، وبعد أن قمت بقص ورقة بنفس قياس لوح الخشب، سوف أقوم بلصقها على شاشة الكمبيوتر ونقل التصميم عليها، ومن ثم تثبيتها على اللوح وإكمال الفكرة. وبعد ما قمنا بخزن التصميم على الكمبيوتر، نقوم بفتحه وتكبير الحجم بالحجم الذي نرغب به كما تلاحظون. سأقوم بلصق الورقة بهذا الشكل على الشاشة ونقل تفاصيل الشكل عليها. ما انتهينا أصدقائي من نقل تفاصيل الشكل على الورق وبكل النقاط الموجودة عليه، سوف أقوم الآن بتثبيته على لوح الخشب والانتقال إلى مرحلة تثبيت المسامير. خليكم ويانا. المسامير المستخدمة أصدقائي بطول 10 ملم، أي 1 سنتيمتر، وبسمك 1 ملم. يمكن شراء هذه المسامير من موقع أمازون وبأسعار جدا رخيصة، سأترك رابط شرائها في صندوق الوصف. ولا تنسوا استخدام الماسكة، ويفضل أن تكون ذات الأسنان للإمساك بالمسامير أثناء عملية تثبيتها، لأن كما تلاحظون صغيرة الحجم وناعمة جدا، لا يمكن تثبيتها باستخدام اليد، وكذلك لتجنب الإصابة كما ذكرنا.
مرحلة تثبيت المسامير انتهت بهذا الشكل. الآن سوف نقوم برفع الورقة وننتقل إلى مرحلة الرسم بالخيوط. تابعونا. والخيوط المستخدمة هي خيوط الخياطة العادية، وهي متوفرة وأسعارها جدا مناسبة، وسأترك رابط شرائها في صندوق الوصف. أتمنى أن قد نال العمل إعجابكم. في الختام تقبلوا تحياتي وشكرا لمتابعتكم. أخوكم محمد من سبارتا CNC Workshop.